انا عايز فلوس عشان اسافر بره مصر. خلاص اروح ايطاليا ولا اروح فرنسا اعيش هناك، يعني كل اللي عايزه تمن التذكره والفيزا، وقرشين بقى كده يبقوا في جيبي وانا مسافر، يعني حسبه 5000 يورو كده، يعني مبلغ صغير. يا حمادة انت بتبص لي كده؟ لا بجد عيب البصري، انت بتبص لي كده كأن نصاب وجنصب عليك. يا ابني انت مش نصاب بس، ده انت نصاب عالمي. لا اهو ده انا ما بسمحوش، انت كده بتقلني يا حماده، انا غلطان ان انا جيت. اقعد بس اقعد، ده انت وقعتني من السما. ده انا عمري ما تخيلت انك ممكن تبقى مفيد في حاجه غير النهارده. انت قلت لي عايز كام؟ 5000 يورو؟ اعتبرهم في جيبك عادي بقى. هنخش في الاستعباط بقى؟ انا ما بحبش طريقتك دي. لو عايز تديني الفلوس ادهم لي على طول، لو ما انتش ناوي ما تقعدش تلف وتدور بالطريقه بتاعتك دي. يا علاء انا هكسر الوديعه اللي احنا عايشين منها انا وماما نونا وهديك ال 5000 يورو. وهتكسرها ليه؟ انت قابض ملايين تمن المحل، ولا انا عايز تفضحني في العيله كلها؟ اسمع يا علاء، فتح لي مخك كويس قوي. اخوك اتنصب عليه نصبايه جامده جدا. من مين؟ مين اللي قال لك ان بعت المحل وقبضت ثمنه كاش؟ إناس. انت شفت إناس فين؟ في مطعم كنت سهران فيه انا وجماعه اصحابي. كان معاها حد؟ رجاله؟ لا بس كان معاها صاحبتها دي اللي معاها دايما، جيجي. اهي دي بقى الشركه التانيه في المغامره. انت بتتكلم جد؟ إناس وجيجي على عصابه نصابين. نصبوا على اخوك نصبايه كبيره قوي، خدوا المحل وقانوني. وورقهم سليم 100%. ازاي؟ هحكي لك ازاي، بس المهم دلوقتي عايزين نفكر ازاي نرجع المحل ده. وعايزين نرجعه قانوني بورق سليم 100%. انت اللي هتقدر تساعدني علاء. طيب ممكن تفهمني اكتر؟ دلوقتي احنا مصالحنا اتقابلت، زي ما بيقولوا المصالح تتصالح. انت عايز تهرب من البلد وتسافر، وانا عايز ارجع المحل بتاعي، يبقى نحط ايدينا في ايدين بعض. وانا معاك في اي حاجه. نقرا الفاتحه؟ بس لا خليها من الكحول مش مهم. بسم الله الرحمن الرحيم. جيجي وإناس كل يوم الصبح يروحوا النادي عشان يمشوا في التراك، بيحافظوا على صحتهم، ربنا ياخدهم هما الاثنين. إناس، جيجي، هتقابلهم انت صدفة في التراك، بس قبل ما تسلم عليهم لازم تخليهم يشوفوا العربية اللي انت راكبها. ايه ده؟ معقولة؟ ده انا حظي حلو بقى. هاي علاء، ازيك؟ انت بتيجي النادي؟ قليل جدا، مع انه عضو قديم هنا ابا عن جد. اصل جد وعز باشا هو اللي باني النادي ده. بس انتوا بصراحة بقى كده هتشجعوني على المشي. اصل اللي كان مخلينا كسل ان محدش بيمشي معايا. معقول؟ علاء عز مش لاقي حد يمشي معاه؟ لا ما هو مش اي حد برضه. اللي يمشي معاه ده لازم يكون له مواصفات خاصة. يمشي معاك ازاي يعني؟ انا قصدي في التراك والله. امال ايه العربيه اللي معاك دي؟ انا ما شفتكش راكبها قبل كده، دي جديده؟ يعني من يومين تقريبا كده، دي ما فيش منها غير 3-4 في مصر. اصل بصراحه بقى بيني وبينك يعني الواحد ما كانش متع نفسه هيعيش ليه؟ وانا لا عندي لا زوجه ولا عندي عيل ولا حاجه، يعني بطولي. طب ما تشد حيلك كده بقى بدل ما تقع من طولك وانت مش قادر تمشي. يلا يا ست ايدي على كتفك. ايه عندك عروسه تخليني امشي؟ لا خلاص انا بطلت، اعتزلت، لا بتجوز ولا حتى بتدخل في جواز. ايه ده حماده خلاك تتوبي ولا ايه؟ ما تفتكر لنا سيره كويسه بقى، هي مش ناقصه. يقول لي حماده تاني. مش انا لسه مقابل حماده امبارح؟ وقال لك ايه بقى؟ والله العظيم لسه بيحبك. بس قلبك ابيض. بيحبها ازاي بس يا علاء؟ ده شتمها وبهدلها، بعلها المحل وعايزه تشغله لعب اطفال برضه. قفلي على السيره دي بقى يا جيجي. محل ايه؟ انتوا باين عليكم هبل انتوا الاثنين. وحماده ده يفرق معاه محل؟ ده ماما نونا جايبه له كده لعبه، حاجه يلعب بيها باسمه رايح الشغل وجاي من الشغل. هو كان حيلته غيره. هو عمل الشوية دول عليك انت كمان ولا ايه؟ الله العظيم حمادة ده مش ممكن، عمره ما هيتغير. شوية ايه؟
ده كان عليه 1,200,000 جنيه للضرايب، كان هيموت هو ومامته. مليون ايه؟ يا صاحبتك دي عبيطة ولا ايه؟ ده عنده أراضي في حلوان ب 150 مليون جنيه. ده نص حلوان كلها بتاعته هو وماما نونة. انتوا ايه؟ ما شفتيش الأراضي بتاعتهم؟ أراضي ايه بس يا علاء؟ أنا عارفاه كويس. تلاقيهم ضيعوا كل حاجة. هو قالك كده؟ علاء بصراحة كويس إنك خلصت منه، ده كان داخل عليك بنية وحشة قوي. وما قالكيش على الشركة؟ شركة؟ هو كمان عنده شركة؟ مجموعة شركات عزو، انتوا ايه ما تعرفوهاش؟ ولا عمرنا شفناها. لا انا بقى ما احبش كده بصراحة، انا راجل مبدئي، واما بنعمة ربك فحدث. علاء انت متأكد من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لو عايزة تتأكد انت كمان تعالى اوريكي. والله العظيم حمادة ده طلع نمرة، الحمادة هيحتاس في 1,000,000 جنيه. امال اشترى القصر من نوال ب10 مليون جنيه ازاي؟ اشترى القصر؟ لا يمكن. ده قاعد يفطس في سعره ويطفش المشتري اللي انا جايبه ودفع في القصر 10 مليون جنيه بس، مع اني كنت جايب في القصر ده 14 مليون جنيه. 10 مليون؟ لا لا يمكن. فعلا يا ما تحت السواهي دواهي. علي انا مش قادر اقتنع بالكلام اللي انت بتقوله ده ابدا. خلاص تعالوا اوريكم، بس بلاش انا اظهر في الصوره عشان ما يبقاش شكل وحش، لان بصراحه بقى هو وامه بيترعبوا من القر والحسد بطريقه مرضيه. اهلا وسهلا، فرصه سعيده يا دكتور عماد. متشكرين يا ست الكل. هي زمانها على وصول. انا اسف عملت لكم ركه لان جاي من غير ميعاد، لكن عمال اتصل على الدكتوره نوال من الصبح ما بتردش. ايوه انا كمان طلبتها على التليفون قافله. اهلا وسهلا يا دكتور عماد، المفاجاه دي. اهلا اهلا، ازيك يا دكتوره نوال؟ معلش انا حاسس بالاسف الشديد ليكم، لكن مش عارف اقول لك ايه، انا محرج، بس ست نونا ازالت الحرج ده. اتفضل يا دكتور. اروح انا بقى اعمل لكم حاجه تشربوها. شكرا. خير. الحقيقه انتوا بيت كرم كبير قوي. الست نونا مفيش حاجة ما قدمتها ليش. شوف يا نوال، الحقيقة أنا كلمت مع جماعة في ألمانيا وعرضت عليهم بالظبط اللي أنت قلتيهولي، لكن هما بقى ليهم وجهة نظر تانية. وجهة نظر تانية؟ ما أنا قلت لك يا دكتور عماد أنا ما عنديش أي حاجة مخبيها، إذا كانوا هما بيتوهموا شيء هما حرين. لا هما مش متوهمين، هما متأكدين، لأنهم يلاقيوا ورق ومسودات بخط إيد الدكتور مختار ذات نفسه بيؤكد لهم إنه كان ماشي في الطريق اللي هما خايفين منه. المستندات دي بقى لسه لاقيينها بعد وفاته ب4 سنين؟ هو الظاهر حد من فريق العمل كان قريب من الدكتور مختار احتفظ بيهم، ويبدو إنه ضغط عليه مادياً فسلم لهم الورق ده. دكتور عماد أنا ما عنديش أي حاجة من اللي هما بيفكروا فيها. طيب أنا ما على الرسول إلى البلاغ، بس يكون في علمك يا نوال هما عارضين عليك مبلغ كبير قوي نظير إنك تسلم لهم السي دي اللي عندك. ده أنت مصر إنه عندي بقى. 5 مليون دولار. فرصة سعيدة يا دكتور، ويا ريت تنسى في يوم من الأيام إن إحنا كنا زملاء. مع السلامة.